بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت مماشيكم، وبوأني الله وإياكم من الجنان مقاعدا ومنازلا بإذن الله تعالى. خميس جديد، حلقة جديدة من بودكاست جلسة تغيير. في حلقة اليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وما هي أهم الأشياء التي يقوم بها الإنسان حتى يستعد لاستقبال هذا الشهر الفضيل. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يبين أن كل الأمم السابقة وكل الأنبياء الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليهم الصيام، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تميزت بشهر رمضان المبارك عن بقية الأمم. وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس، أنه رزقنا شهر 30 يوما من الغفران، من العتق من النار، من الرحمة. فالإنسان الفطن الذي يستغل شهر رمضان المبارك من أجل الفوز بهذه المغفرة وهذه الرحمة وهذا العتق من النار بإذن الله تعالى. الآن كيف يمكن للإنسان أن يستعد نفسيا وروحيا من أجل استقبال هذا الشهر الفضيل؟ نحن على مشارف ليلة نصف من شعبان، ويتبقى يومين فقط على هذه الليلة، وهذه الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أحبيت أنني أتطرق لهذا الحديث لأنه نحن في هذه المناسبة ونعرف أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة ترفع فيها أعمال العبد، أعمال السنة، إلى الله سبحانه وتعالى. يطلع إلى قلوب عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، والمشاحن وهو المجادل، أي الذي يحمل في قلبه ضغينة وحقد تجاه عباد الله. يا حبذا أن الإنسان يصفي نيته مع جميع العباد ويعفو عن الجميع، بغية أن يغفر الله سبحانه وتعالى له في هذه الليلة. خلونا نرجع للحديث عن شهر رمضان المبارك. وأول خطوة في الاستعداد لشهر رمضان المبارك هي التوبة. كيف الإنسان يتوب توبة النصوح لله سبحانه وتعالى؟ طبعا الإنسان طيلة السنة يقع في المعاصي، يقع في الغفلة، يقع في الذنوب، فقلب الإنسان قد يتلطخ بهذه الذنوب. الإنسان لما يعرف أنه مقبل على 30 يوم من المغفرة والرحمة والعتق من النار، يعمل على أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون استقبال شهر رمضان المبارك بقلب نقي وصافي، مقبل على الله سبحانه وتعالى، مقبل على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة هي أول خطوة يقوم بها الإنسان قبل قدوم شهر رمضان المبارك. أنا حابة أن ندخل شهر رمضان المبارك بقلب نقي مقبل على الله سبحانه وتعالى، بقلب تائب، بقلب يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهذه أول خطوة. ثاني خطوة يا أحباب هي البرنامج. شوفوا معايا، ما كانش إنسان يدخل شهر رمضان المبارك إلا ويختلط عليه الأمر بعد يومين أو ثلاثة أيام إذا لم يكن لديه برنامج يسير عليه. الكثير يتساءل كيف يكون هذا البرنامج. الآن الحمد لله رب العالمين في مواقع التواصل الاجتماعي برامج عديدة يقدر الإنسان أنه ينضم لها إذا ما عندوش القدرة أنه هو يحط برنامج لنفسه. طبعا تكون برامج جيدة ومفيدة، ومعظم البرامج الموجودة الآن رائعة جدا. الإنسان يبرمج نفسه وفق هذا البرنامج ويسير عليه. كذلك الآن انتشرت كثيرا المذكرات الرمضانية والمفكرات الرمضانية اللي يقدر الإنسان ينزلها ويطبعها ويسير عليها، يعني كبرنامج تساعده على استغلال شهر رمضان المبارك. كيف تكون هذه المذكرات؟ طبعا فيه مذكرة قمت بتصميمها ولله الحمد قبل يعني رمضان، سوف أضع بإذن الله تعالى رابط تحميل هذه المذكرة من مكتبة نور، راح تلقاوها فيها برنامج
كيف الإنسان يختم القرآن الكريم مرة مرتين ثلاث مرات، الأحاديث فيه حكم عطائية، فيه يعني كثير من الأشياء اللي تساعد الإنسان في شهر رمضان المبارك. وكما قلت لكم راح نحط لكم الرابط نتاعها، ولا الأخوات يرسلوني على الصفحة أو على الواتساب بإذن الله تعالى، راح نمد لهم مباشرة PDF ويقوموا بطباعتها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله تقدروا تستفادوا من هذه المذكرة. أما بالنسبة للخطوة الثانية اللي هي الدعوات، طبعا الإنسان الذي يدخل شهر رمضان وما عندوش زاد يحاول أنه يضع له زاد. نحن نعرف أنه الدعوات في شهر رمضان المبارك تكون مقبولة، يعني الإنسان يستغل هذا الشهر المبارك في الدعاء قدر المستطاع. كان السلف الصالح يقومون بجلب دفتر وتدوين الدعوات، كل الدعوات التي يريدونها يكتبونها. فالإنسان يسير على نفس الخطى، نجيب دفتر وقلم وأدون الدعوات التي أريد أن أخصصها لنفسي في شهر رمضان المبارك، الدعوات التي أريد تخصيصها لأهلي، لأصحابي، لأصدقائي، لعامة المسلمين والمسلمات، للمسجد الأقصى، لغزة، كل الأمور التي أريد أن أدعو بها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أدونها. علاش ندونها؟ حتى لا أنسى. أنا أعرف مواطن استجابة الدعاء في شهر رمضان المبارك، مثلا عند التمرة الأولى، يعني قبل التمرة الأولى الدعاء فيها مجاب، في قيام الليل، في الثلث الأخير من الليل، في مواطن كثيرة. الإنسان هو صائم، الدعاء دعوة الصائم لا ترد، فالإنسان يحفظ هذه الدعوات يدونها، وفي شهر رمضان المبارك يلقى هذه الدعوات أمامه، كل ما يجي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ينتهي من صلاته، يكون صائم، يكون يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، يجيب الدفتر ويدعي الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات. الأمر الآخر وهو الإنسان يهيئ نفسه من خلال متابعة بعض السلسلات المفيدة، هنا يعني بين قوسين المفيدة. الإنسان لما يدخل شهر رمضان المبارك عدة برامج فيه يعني أمور كثيرة أنه الإنسان في شهر رمضان المبارك يتبعها، إذا كانت هذه البرامج تعينه على أداء العبادات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، يستغلها في التقرب من الله سبحانه وتعالى فيقبل عليها، وأنا أنصحه بها. ولكن إذا كان الإنسان عارف نفسه أن هذه البرامج لا تسمن ولا تغني من جوع، فالأولى أنه يبتعد. بإذن الله تعالى راح أقترح لكم بعض البرامج اللي تتابعوها في التعليقات، وأنتم كذلك شاركوني آراءكم بالبرامج اللي تشوفوها مفيدة ورائعة جدا، حطوا لنا الأسماء وحطوا لنا كذلك الروابط اللي ممكن الإنسان تخليه يهيئ قلبه لشهر رمضان المبارك وتخليه أنه يتابعها كذلك في شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. وبالنسبة للأمر الآخر في تهيئة القلب وهو الإخلاص، الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. لماذا؟ حتى الإنسان ما يضيعش الأجر والمجهود نتاعه في الباطل، فالإخلاص ضروري جدا قبل دخول شهر رمضان المبارك. كما قلت لكم أنه النية في التوبة تكون خالصة، نفس الشيء في الإقبال على الله سبحانه وتعالى في جميع العبادات، سواء في الصيام، سواء في القيام، سواء في الصلاة، في كل شيء الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينقي قلبه ويرزقه الإخلاص، أنه كل العبادات وكل أعماله اللي يديرها في شهر رمضان المبارك تكون ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني خالصا لله سبحانه وتعالى، واحتسابا يحتسب أجرها، أجر هذا الصيام، غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك يعني كان الإخلاص أمر ضروري جدا في الدخول إلى شهر رمضان المبارك. كذلك من الأمور التي الإنسان أنه يديرها به يحضر نفسه لشهر رمضان المبارك، وهي الإقبال على الخير. شوفوا كاين جمعيات كثيرة برامجها تفطير صائمين، عندنا برامج خيرية اللي هي القفف، يعني قفة رمضان التي يعني تنتشر بكثرة في الجزائر، في كل يعني معظم الدول العربية والإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة في شهر رمضان المبارك، فالإنسان اللي راه داخل شهر رمضان المبارك عليه أن يحضر نفسه للخير، للعمل الخيري. اللي ما يقدرش ينضم لهذه الجمعيات
يكون بينه وبين نفسه، بينه وبين أهله، وخيركم خيركم لأهله. فالإنسان يحاول أنه يوسع على عياله في شهر رمضان المبارك، يحاول أنه يدير الخير في شهر رمضان المبارك. هذا من الأشياء التي يحضر لها جيدا الإنسان قبل دخول شهر رمضان المبارك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ولذلك مدارسة القرآن شيء عظيم جدا وله أجر كبير في شهر رمضان المبارك. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. من الأمور الأخرى التي يجب أن أنوه لها الاستعداد شهر رمضان المبارك وهي وسائل التواصل الاجتماعي. شوفوا يا جماعة، إذا تعرفوا أن تواجدكم على مواقع التواصل الاجتماعي لا يسمن ولا يغني من جوع خلال شهر رمضان المبارك فالاعتزال أفضل. أما إذا كان تعرف أن بقائك في مواقع التواصل الاجتماعي يعني مفيد، مثلا انضمام لبرامج أو العمل على مثلا نشر المواعظ والنصائح في شهر رمضان المبارك، فهذا لا بأس به. ولكن إذا نعرف أنه راح يضيع لي وقتي فقط ويبعدني عن العبادة فاعتزالها يكون أفضل، وهي 30 يوم وتمر بإذن الله تعالى. الإنسان من الآن يضع برنامجه وخطته كما قلت، وبرامجها متعددة وكثيرة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله في قادم الأيام راح يكون حديثنا مفصل عن شهر رمضان المبارك وعن أهم الأعمال التي يقوم بها الإنسان في شهر رمضان المبارك وكيف يستغل الإنسان شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.